الآن مشاهدينا ننتقل نتابع معكم هذه الصور من تركيا التي تشهد زلزالا كبيرا في أكثر من موقع. قبل قليل تقول إدارة الكوارث التركية إن زلزال بقوة 5.9 ضرب منطقة مالاطيا شرق البلاد. وقالت أيضا بالتوازي الوكالة السورية إن هزة أرضية شعرت بها محافظات الحسكة ودير الزور وحلب. إذن زلزال بقوة 6.1 يضرب شرق تركيا على عمق 9 كيلومترات تحت الأرض. طيب دائما مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي كان قد أكد بأن قوة زلزال بلغت 6.1 درجة وضربت شرق تركيا اليوم. المركز أضاف أيضا بأن عمق الزلزال أو مركز الزلزال كان على عمق 9 كيلومترات تحت سطح الأرض، ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع أي إصابات أو سقوط ضحايا أو أضرار جراء هذا الزلزال. وطبعا سنتابع تفاصيل هذا الزلزال وما نجم عنه من أضرار خلال ساعاتنا الإخبارية. نتابع مشاهدينا في هذه الصور للقطات ومشاهد عن لحظة وقوع الزلزال، تبدو فيها طبعا بشكل واضح حالة الهلع التي تصيب سكان هذه المناطق جراء الهزة الأرضية الكبيرة التي شعر بها السكان أكثر من منطقة في تركيا. وهو طبعا هذه الحادثة تذكر بالزلزال الكبير الذي ضرب تركيا في عام 2023، زلزال قهرمان مرعش الذي أودى بحياة أكثر من 50,000 تركي وكذلك آلاف السوريين. نذكر مرة أخرى بأن الوكالة السورية قالت أن هذه الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الحسكة ودير الزور وحلب. ونذكر أيضا بأن إدارة الكوارث التركية تتحدث عن زلزال بقوة 5.9 في منطقة مالاطيا شرق البلاد. نتابع معكم أيضا مشاهدينا هذه الصور للحظة وقوع الزلزال وحالات الهلع التي أصابت أيضا سكان هذه المناطق جراء هذه الهزة الكبيرة.